أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. تنوعت أدوار أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب مقتضيات ظروف وأحوال أزمنتهم. هذا ما يفسر مثلا أن الحسن عليه السلام هادن والحسين ثار صلوات الله عليه، وهذا ما يفسر كذلك أن زين العابدين عليه السلام على سبيل المثال كذلك كان منصرفا إلى العبادة حتى اشتهر عنه أنه زين العابدين. وبسبب هذا الاشتهار فإن الأمة لما تلقت من زين العابدين عليه السلام هذا الكنز وهذا التراث من الأدعية العظيمة التي حوتها دفتا الصحيفة السجادية، الأمة تلقت ذلك بإكبار وإجلال واهتمام. لم يكن متاحا لزين العابدين عليه الصلاة والسلام أن يقوم بدور يشبه مثلا الدور الذي كان يقوم به الإمام الصادق عليه السلام، ما كان يستطيع أن يصرح في كثير من محطات حياته بما كان يصرح به الإمام الصادق، بل لم يكن يستطيع حتى أن يجمع حوله جماعة من التلامذة بالعدد الذي جمعه الإمام الصادق عليه السلام والذي بلغ الآلاف المؤلفة، وكان الإمام الصادق عليه السلام يربيهم ويعلمهم. لماذا لم يستطع الإمام السجاد عليه السلام ذلك؟ الأمر واضح، لأن العهد الذي كان يعيش فيه إمامنا السجاد كان عهداً مليئاً بالظلم والعداء لأهل البيت عليهم السلام. كان ذلك العهد هو الذي تلا مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وضرب حجر أو فرض محاصرة لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلم يكن هنالك بالإمكان للإمام السجاد عليه السلام أن ينطلق بحرية في الأمة، يتحرك بحرية ويبلغ، لأنه إن تحرك فإن ذلك كان سيذهب به إلى الحتف كأبيه. فلذلك عمل الإمام السجاد عليه السلام على وسائل أخرى في تبليغ الحق ونشره، من بين تلك الوسائل الصحيفة السجادية،
الصحيفة السجادية أيها الإخوة لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها مجرد تراث من الأدعية، مجرد كتاب دعاء وتهجد وعبادة. كلا، الصحيفة السجادية فيها معارف أهل البيت عليهم السلام، فيها علوم أهل البيت، فيها وصايا أهل البيت. في الصحيفة السجادية تجد مباحث التوحيد ومباحث النبوة ومباحث الإمامة ومباحث العدل الإلهي، بل ومباحث التحسين والتقبيح العقليين والمباحث الطبيعية كذلك. كثير من المطالب العلمية والمعارف يمكن استنباطها من الصحيفة السجادية. الإمام عليه السلام كان يربي الأمة بهذه الطريقة، بهذه الكيفية، دعاء. فلما ينتشر الدعاء بين الأمة، السلطات تكون عادة غافلة، لا تتعاطى مع الدعاء كما تتعاطى مع غيره، لا تتعاطى مع الدعاء كما تتعاطى مع الخطبة. لو أن الإمام السجاد عليه السلام خطب مثلا، السلطات تتحسس فورا، ماذا قال في خطبته؟ ماذا قال؟ ماذا كان يعني في هذه الفقرة؟ ماذا كان يعني بهذه الكلمة؟ فتتحسس فورا وتحارب هذه التصريحات أو هذه الخطبة، لأنها ترى فيها خطرا، ترى فيها تحديا لها. أما الدعاء فكان يسير كالماء، لا يثير انتباها من قبل السلطات. إذا ما وجدوا مع أحد صحيفة مثلا مكتوبا عليها هذا دعاء علي بن الحسين، ما كانت السلطات تهتم بهذا الشأن، لأنها تقول دعاء وهذا رجل مشغول بالعبادة، رجل زاهد وعابد وهكذا، فتغض السلطات طرفها عما في هذا الدعاء. والحال أن هذا الدعاء بحد ذاته كان يمثل تمردا على السلطة وعلى الدين الذي تؤسسه السلطة وعلى المذهب الذي تنشره السلطة. كان الإمام عليه السلام هكذا يتحرك. فإذا نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعيد النظر في الصحيفة السجادية المقدسة وكذلك في سائر أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا نتعامل معها بعقلية هابطة، لا نتعامل مع هذا التراث العظيم على أنه مجرد أدعية، ومعظمنا مع الأسف يقرأ هذه الأدعية ويتعبد بها ولكنه أساسا لا يفهم ماذا يقول، ما المراد بهذه العبارات، ما المراد بهذه الفقرات، ما المراد بهذا الدعاء، لأنه غير متقن للغة ولا يعرف معانيها. لذلك نحن دائما ننصح أيها الإخوة، دائما ننصح بضرورة مطالعة شروحات الأدعية كذلك. احصل على كتاب مثلا شرح الصحيفة السجادية للمجدد الثاني أعلى الله درجاته، واقرأه حتى تعرف ما هو المقصود بهذه الكلمات. فحين تتلفظ بهذا الدعاء، حين تتلو هذا الدعاء، تكون قاصدا لمعانيه، ومن ثم تجد استجابة الله تبارك وتعالى، من ثم تجد هنالك مجموعة من المعطيات تتلقفها كأنها تغذيك بجديد من المطالب والمعارف والعلوم والمباحث إلى ما هنالك. الصحيفة السجادية وكذا سائر أدعية أهل البيت عليهم السلام مدرسة، هي هذه الصحيفة السجادية مدرسة بحد ذاتها، تحتاج من الدارسين أن يدرسوها لا يتلوها فقط،
كما هو الحال في القرآن الحكيم. لا نحتاج فقط إلى تلاوة القرآن الحكيم، نحتاج إلى التدبر في القرآن الحكيم، التعمق في معاني القرآن الحكيم. هذه مقدمة لما أريد أن أصل إليه، وهو هذا: في آخر دعاء من أدعية الصحيفة السجادية بحسب الطبعات المتداولة المعروف، دعاؤه عليه السلام في استكشاف الهموم، دعاؤه عليه السلام في استكشاف الهموم، كشف الهموم، وتقريبا آخر فقرة أو من أواخر فقرات هذا الدعاء، إذا لاحظتم اقرأوا تجدون قوله عليه السلام هكذا: واجعلني يا رب، أو واستعملني يا رب في مرضاتك عملا لا أخاف معه أحدا من خلقك، واستعملني يا رب عملا لا أخاف معه، أو لا مو هكذا العبارة، واستعملني يا رب في مرضاتك عملا لا أترك معه من دينك شيئا مخافة أحد من خلقك. مضمون العبارة هكذا في الدعاء الشريف. أريد منكم أن تدققوا في هذه العبارة، ماذا يقصد الإمام عليه السلام من هذه العبارة؟ يقول: إلهي استعملني في مرضاتك، يعني اجعل عملي مرضيا عندك، أنت وجهني إلى العمل الذي يكون مرضيا عندك، واستعملني في مرضاتك عملا، ولكن هذا العمل الذي توجهني إليه والذي يكون مرضيا عندك لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك، لا أتخلى عن شيء من الدين لأني أخاف أحدا من خلقك، أخاف الناس. أتصور أنكم بدأتم تفهمون إلى أين أريد أن أصل. هذه العبارة، هذا الدعاء، ماذا يعني؟ يعني أن الإمام عليه السلام يدعونا لأن ندعو الله عز وجل إلى أن نستبقي التقية أم إلى رفع التقية؟ هذه العبارة هل معناها أننا ندعو الله عز وجل أن يبقي التقية أم يرفع التقية؟ لا شك معناها ماذا؟ رفع التقية، يعني إلهي ساعدني أن أكون شجاعاً لا أكون جباناً، وهيئ لي الظروف التي تسمح لي أن لا أخاف أحداً من خلقك، خلص فأحتفظ بديني تماماً ولا أخاف أحداً، لا أترك معه شيئاً من دينك مخافة أحد من خلقك، هذا العمل المرضي عند الله. أئمتنا عليهم السلام تعبدونا هكذا، يعني جعلونا في أدعيتهم إذا لاحظنا أمرونا بأن ندعو الله عز وجل بأن نتخلص من حالة التقية، لا أن نبقيها ونستديمها. في الأدعية الأخرى اقرأوا الواردة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وفي مفاتيح الجنان موجود: واجعلني اللهم ممن لا حاجة له إلى التقية من خلقك،
هذا موجود في الدعاء الشريف. دعاء زمان الغيبة موجود. هذه العبارات حينما نحن نقرأها يجب أن نتوقف عندها حتى نفهم أننا نسير الآن مع الأسف في المسار الخطأ لا في المسار الصحيح. خدعت هذه الأمة الشيعية المنكوبة، خدعت حينما لقنت أن عليك أن تبقي في التقية إلى أبد الآبدين، خدعت، غلطت. إنما المأمور به هو هذا، أن تسعى الأمة الشيعية إلى رفع التقية، إلى ترك التقية، إلى أن لا تخاف من أحد، إلى أن تجهر بالدين كله، كله بلا خوف من أحد من الخلق. من الدين البراءة أم لا؟ لا شك أن البراءة من الدين. لما تكتم البراءة عند الجماهير الشيعية؟ مخافة الخلق. أكو تفسير آخر؟ لماذا لا تجاهر بالبراءة من عائشة مثلا؟ يقول لأنه أخاف الخلق، وحيث أنني أخاف التقية مباحة لي، لأنه التقية شرطها الخوف. تخاف ضرر معين يصيبك، فالإسلام رخص لك بأن تتقي، تتقي ذلك الضرر. هذا هو أصلاً معنى التقية. طيب، الآن اتقيت أنت هذا الضرر، واجبك هو ماذا؟ استبقاء هذه الحالة؟ استبقاء حالة الخوف؟ إدامة التقية بالنسبة لنفسك ولمجتمعك؟ تظل طوال عمرك خاضعاً لقانون الغير؟ الغير وضع قانوناً أنت عليك أن تكون خاضعاً له، يعني تقبل بالدنية، تقبل بالذل؟ لا. الآن نفرض صارت تقية، مرحلة مؤقتة، تستجمع فيها قوتك، تلتقط فيها أنفاسك، ثم بعد ذلك تنهض من جديد. واجبك هو تحويل حالة التقية الاستثنائية التي أعطيت لك كرخصة حتى تستجمع فيها قوتك وتلتقط أنفاسك وتستريح استراحة المحارب كما يقال في الاصطلاح، واجبك أنك بعد ذلك ماذا؟ تتقدم وتتوجه لإقامة الحق ولقول الحق وإن عز. هذا المقطع أيضا تجدونه في أدعية الإمام السجاد عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق، ووفقني اللهم لأن أقول الحق وإن عز، يعني وإن كان عزيزا قليل من يقول الحق كل الحق، يقول جزء من الحق، ويا ريت هم هذا الجزء عدل، هم تلاقي مشوب بانحرافات عادة، يا ريت هو هذا الجزء هم زين. لا، لأنهم فهموا التقية خطأ. تصوروا أن التقية الشرعية هي هذه التقية التي يروجونها، هذه ليست تقية شرعية، هذه تقية مغلوطة. التقية الشرعية التي جاء بها أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هي التقية التي تدفعك نحو العزة لا نحو الذل، مرحلة مؤقتة حتى تنطلق إلى مرحلة جديدة. وإلا إذا لم نسلم بهذه الحقيقة فعلينا أن نخطئ الإمام السجاد عليه السلام، أنه ليش تطلب منا أن نتعبد بهذا دعائك، واستعملني اللهم في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. شنو معنى هذه العبارة؟ أنت تريد أن تلقننا هكذا نفسياً أنه يا شيعة صيروا شجعان،
اعملوا في مرضات الله عز وجل ولا تخافوا أحدا من خلق الله، واستعينوا بالله حتى يطرد هذا الخوف وينتزعه من قلوبكم. هذا معنى كلامك يا علي بن الحسين. زين، إذا كان أنا مأمور بإبقاء التقية إلى الأبد أو إلى ساعة الظهور المقدس عجل الله ذلك اليوم، فمعنى ذلك أنه هذه العبارة التي أنا أقرأها في الأدعية لا محل لها، لأنه لابد أن أبقى خائفاً دائماً من الطوائف الأخرى من ردة فعلها فيما لو جهرت بالحق. أصلاً من هو هذا الغبي الذي يعتقد أن الجهر بالحق أي حق كان لا يسبب مشاكل؟ قل لي في التاريخ الإنساني كله من آدم عليه السلام إلى يومنا، هل هنالك لحظة واحدة من لحظات هذا التاريخ ما كان فيها الجهر بالحق والصدع بالحق يسبب مشاكل؟ لازم يسبب مشاكل، لأنه لما تجهر بالحق تواجه أنت الباطل، أهل الباطل لن يسكتوا، سيواجهوا هذا الحق فسيحاربوك، شيء واضح. لازم تتحمل المطاعن وتتحمل المشاكل وتتحمل المضار. إذا كل قعد عن بيان الحق خوفاً من المضار التي يمكن أن تقع عليه لا يقام الحق، الحق يموت كلياً. ليس هذا الذي صنعه أسلافنا. أسلافنا ما كانوا على هذه الصفة الجبانة المتفشية كمرض في أمتنا اليوم. أسلافنا قاوموا الباطل، حاربوا الباطل حقيقة، طبقوا أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. الآن أمتنا مع الأسف الشديد أخذت شطرا وتركت شطرا، تعمل بأنا سلم لمن سالمكم، أما أنا حرب لمن حاربكم ما تعمل. كل منا علينا أن يسأل نفسه لما أوضع في قبري وأسأل هل سالمت أهل البيت عليهم السلام؟ عندي جواب، راح أقول نعم، عندي جواب، نعم سالمتهم وسالمت من سالمهم. شيء واضح، كلنا الحمد لله على هذه الصفة. ولكن إذا سئلت في قبرك أحاربت من حاربهم، ماذا تجيب؟ يعني إذا انتقلت أنت من هذه الحياة الدنيا ولم يكن لك موقف واحد محارب لمحاربي أهل البيت عليهم السلام، موقف واحد، شنو تجاوب؟ لا كتبت مقالة ضد أبي بكر مثلا، ولا قلت كلمة ضد عمر مثلا، ولا حتى رفعت شعارا ضد عائشة وليكن عائشة في النار، أي شيء من هالقبيل. قم بدور المحاربة لأعدائهم عليهم السلام حتى تكون قد أديت هذه الوظيفة. وإلا صدقوني، مجرد أنه نحن نزور الحسين عليه السلام وهي نكرر وحرب لمن حاربكم، إحنا بدنا نضحك على أنفسنا، لقلقت لسان هذه صارت ومدى الحارب. إذا كلش كنا شجعان نحارب منه يزيد شمر، مع أنه قل لي بربك أحد من الأمة اليوم حتى من الطوائف الأخرى مخدوع بيزيد، مخدوع بشمر مثلا؟ أكو أحد الآن حتى من أهل الخلاف، ولا أقول الشذاذ، الشذاذ موجودين في كل ملة، بس عموما الآن أهل الخلاف يحترمون يزيد يعني مثلا؟ أو يجعلونه رمزا؟ ما يجعلونه رمزا. لو مثلا شمر مثلا ما يجعلون هؤلاء رمز. مو هؤلاء الذين يجب أن تحاربهم بالدرجة الأولى، لأن تأثيرهم خلص، هذه الشخصيات سقطت. الشيعة الأوائل من مئات السنين أسقطوا هذه الشخصيات طبعاً بالمقاومة وبالدماء، مو ببلاش، ولكن نجحوا، أسقطوا يزيد، أسقطوا قتلة الحسين عليه السلام. يزيد كان في مرحلة ما مقدساً، هنالك فرقة إلى الآن، هاي الفرقة الإيزدية اللي هي يزيدية، هذه الفرقة ارجعوا إلى تاريخها القديم، هذا الشيخ كان اسمه عدي بن مسافر الأموي، هذا زرع فيهم فكرة تقديس يزيد،
يحترمون يزيد، لذلك أطلق عليهم يزيدية. طبعا هو دين هجين من مجموعة من الثقافات القديمة المتأخرة والمتأخرة كذلك. فشوفوا شلون قاوم الشيعة وقاوموا وقاوموا وصاحوا بالحق إلى أن أسقطوا يزيد، أسقطوا معاوية، أسقطوا أمثال هؤلاء. ولكن مع الأسف الشديد ما أكملوا مقاومات الأسلاف في إسقاط من أسس أساس الجور والظلم على أهل البيت عليهم السلام، ما قاوموا، ما استمروا يقاوموا، ما مضوا على نفس الوتيرة في محاربة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه هؤلاء. فأبقي هؤلاء ماذا؟ منزهين، أو أبقي هؤلاء معصومين من النقد، لا أحد في الملأ العام ينقدهم في دوائر خاصة. فالأمة ظلت أجيالا بعد أجيال، تولد تلك الأجيال، تعيش وثم تموت، ولم تسمع كلمة نقد واحدة لهذه الشخصيات. فإشلون تعرف أن هذه الشخصيات على ضلال؟ كيف تعرف أن هذه الشخصيات كانت محاربة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام؟ شلون تعرف الأمة؟ لماذا لا نكمل ذلك الطريق؟ هذه وظيفتنا. تقول أخاف، ادعو بهذا الدعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، واستعملني في مرضاتك، يعني واستعملني يا رب في مرضاتك عملا، لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. استعن بالله، الله عز وجل يقوي قلبك ويطرد منه الخوف والخشية من الناس. فلا تخشوهم، قرآن هذا، فلا تخشوهم واخشوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. هذه الآية الكريمة ارجعوا في تفاسيرها حتى عند أهل الخلاف أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، هذا البطل، قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم في معركة الأحزاب. اجتمعوا الأحزاب كلها، البقية ذول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد راح رجف وخاف إلا علي بن أبي طالب. شنو يعني؟ قالوا له إنه عمرو بن ود العامري، قال وأنا علي. شنو يعني عمرو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نزلت هذه الآية فيه، لم يمسسهم سوء. أنت اللي هذا إمامك، اقتدي به، صير شجاع، لا تخاف، لا تخاف، روح اجهر بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، هكذا كن. نقلت لكم في المحاضرة السابقة قصة ذلك الرجل البطل الرافضي الحقيقي الذي عاش قبل ما يقارب 700 عام في دمشق في بيئة أموية لا تزال إلى الآن. بيئة دمشق والشام مع الأسف بشكل عام ما زالت تلك الرواسب الأموية إلى الآن موجودة في الثقافة العامة أو الجمعية للمجتمع كما تعلمون إلى الآن. فهذا الرجل في ذلك الزمان دخل الجامعة الأموي وجهر بالحق
أطلق هتافات الغضب على قتلة وظلمة أهل البيت عليهم السلام. دخل المسجد الجامع وسط الناس وهتف لعن الله الظالمين لآل محمد عليهم السلام، هكذا على الملأ. فما الذي حصل؟ نقلت لكم ذلك وجئت بالكتاب من كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي، أن هذا الرجل استدعي من قبل فقيههم السبكي لعنه الله، قال له من تقصد لعن الله الظالمين لآل محمد؟ من هذول؟ قال له أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. ثم من؟ قال معاوية. ثم من؟ قال يزيد. فرحل إلى المحكمة وكان القاضي مالكي، فحكم عليه بماذا؟ بالإعدام، بالقتل، وقتل. في المحاضرة السابقة قلت لكم لم يذكر اسمه ولا أعرف اسمه، الكتاب جئته معي ما ذكر اسمه، ولكن بعد ذلك راجعت أكثر في مصادر أخرى فعثرت على اسم هذا الرجل الشهيد البطل. عثرت عليه في كتاب لابن حجر العسقلاني، كتاب اسمه الدرر الكامنة في أعيان 100 يعني القرن الثامن. الأعيان، من ذا كان الأعيان؟ فتحدث عن رجل بهذه الصفة، اسمه قال هكذا، قال علي بن أبي الفضل بن محمد بن حسين الحلبي الرافضي. هذا كان رجلا من حلب. حلب في تلك الأزمنة للعلم كان التشيع فيها منتشرا، والآن الحمد لله أيضا هو منتشر، والمتشيعين كثر في حلب كما تعلمون. بعض فقهائنا أساسا خرجوا حوزة حلب، كان عندنا حوزة عملاقة عظيمة في حلب في تلك الأزمنة، من بينهم الشيخ الجليل العظيم أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه، هذا واحد من فقهائنا العاظم. وسبحان الله تجد الغالب على الحوزة الحلبية وخريجيها وبيئة المجتمع الشيعي في حلب أنه رافضي حتى النخاع. ولذلك نفسه هو الفقيه العظيم أبي الصلاح الحلبي في كتابه تقريب المعارف فصول كاملة عقدها لفضح أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه بصراحة بالأسماء، وذكر روايات أهل البيت عليهم السلام فيهم. مثلا ذكر هذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام في كتابه ارجعوا في تقريب المعارف، يقول قال علي بن الحسين عليهم السلام أبو بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. بهالصراحة، حتى ما يقول فلان وفلان الأول والثاني ما أدري كذا، كنايات ورموز ما يستخدم، بهالصراحة. فالغالب كان على ثقافة هذا المجتمع الشيعي في حلب هذا الأمر، الجهر بالحق، هذا واحد منهم، ويبدو أنه كان من العلماء. لماذا؟ لأن ابن حجر يسميه هذا كان عينا من الأعيان، كتاب الدرر الكامنة في أعيان 100 يعني واحد من الأعيان، هذا مو شخصية عادية. وعادة ما يترجم في كتابه للعلماء، يعني رموز الطوائف والمذاهب الموجودة، فيقول هذا واحد منهم، ترجم له برقم 213 في كتابه، علي بن أبي الفضل بن محمد بن حسين الحلبي الرافضي، قدم دمشق، يعني جاء من حلب إلى دمشق، فأظهر الرفض، ما كتم الرفض، لا، راح في تلك الأجواء، ما كان لا أكو منظمات حقوق إنسان تدافع عنه ولا أحد يدري عنه، راح وأظهر الرفض وجاهر به حتى دخل الجامع الأموي رافعا صوته بسب أول من ظلم آل محمد عليهم السلام. أول من ظلم، لعن الله شنو؟
أول من ظلم، أول من أسس أساس الظلم والجور. يقول: وكان الناس حينئذ في صلاة الظهر، فأخذوه بين يدي السبكي، الإمام السبكي عند أهل الخلاف، فسأله: من تعني؟ قال: أبا بكر الصديق. طبعا الصديق من عندهم خو، هو إذا ساب أبو بكر خو ما يقول أنا أعني أبا بكر الصديق، يقول أبو بكر الزنديق مثلا. فسأله: من تعني؟ قال: أبا بكر الصديق. ثم رفع صوته، يعني ما سكت بعد، لا يتحدى. ثم رفع صوته فقال: لعن الله فلانا وفلانا. ما قال فلانا وفلانا، هو يقول، يقول: وذكر الخلفاء الثلاثة الراشدين بأسمائهم. الخلفاء الثلاثة الراشدين، يعني قال: لعن الله أبا بكر، لعن الله عمر، لعن الله عثمان. يقول: وعطف عليهم معاوية ويزيد، هم قال: لعن الله معاوية، لعن الله يزيد. وكرر ذلك، ظل يكرر، هو مكتف مكبل بين أيديهم. بس شوف البطولة حتى تشوف الفرق بين الشيعي القديم والشيعي مال هالأيام، الوجبات السريعة، شيعي مال ماكدونالد، شلون يطلع؟ مو فضيحة هذه؟ قال: وكرر ذلك فأمر به إلى السجن، ثم أحضره بعده فعرض عليه التوبة، قال له: توب. تتذكرون في ذلك المصدر كان يقول: تبت من ذنوبي. يقول له: توب من سبك لهؤلاء، من لعنك لهؤلاء. يقول: أنا تبت من ذنوبي فقط، لأنه هو هذا مو ذنب. فعرض عليه التوبة فامتنع، فعقد له مجلس بأمر المالكي، يعني بأمر القاضي المالكي، قاضي المذهب المالكي. فعقد له مجلس فأمر المالكي بضربه بالسياط، زين، فلم يرجع، ضربوه سياط جلدوه، ما رجع، ما قبل أنه يتراجع. وأعيد عليه ذلك مرارا، أنه يلا توب حتى نخلصك، وهو يبالغ فيما هو فيه من السب واللعن الصريح. كل ما يقولوا له توب ويجلدوه ما يقبل، يظل يكرر بل ويبالغ فيما يسمونه سبا ولعنا صريحا لهؤلاء الظلمة والمنافقين. يقول: فحكم المالكي بسفك دمه، وذلك في 19 جماد الأولى سنة 55 و700، فقتل. إلى ها هنا تنتهي المصيبة؟ لا. يقول: وأحرق العامة جسده وطيف برأسه. شوف الإرهاب، شوف الإرهاب. أيها الإخوة المخالفون، المفروض يعملون على الأقل إن كانت لديهم شيء، ذرة، إن كانت لديهم ذرة حقيقة من احترام القوانين الشرعية، يعملون بفقههم، بفقههم هم، فقههم يقول: سباب المسلم ماذا؟ فسوق. هسا افرض الرجل سب، افرض، افرض سب أبا بكر، سب عمر، سب عثمان، خو هذا السب مجرد فسق منه. الفاسق يعزر، أقصى عقوبة إلى شنو؟ تعزير. كم جلدة؟ جلدة دون الحد. فكيف تقتله؟ هذا أي قاعدة شرعية أباحت لك ذلك؟ على أي أساس؟ يعني إن سلمنا أن أبا بكر وعمر وعثمان مسلمون أصلاً، وأن الرجل ليس بينه وبين الله حجة قامت على أن هؤلاء منافقون، فيجوز لعنهم بل يجب لعنهم كمصداق من البراءة. الله تعالى يقول في القرآن:
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المسلم مأمور بلعن الظالمين، بلعن المنافقين، بلعن الذين آذوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله، الذين آذوا أهل البيت عليهم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. هذا الذي يتأثم يقول: لا، أنا أخاف أكو إثم أنه ألعن عمر مثلا، مع أنه يعلم أن عمر لعنه الله بالاستدلال المعروف أنه آذى الزهراء عليه السلام وأغضبها، والذي يغضب الزهراء أغضب رسول الله، فيكون ماذا؟ أغضب الله عز وجل ومغضب، والذي يغضب الله ملعون بالاتفاق. مسألة واضحة. فإذا ماكو شك أنه عمر بن الخطاب ملعون. فهذا الذي يتأثم يقول أنه أنا أخاف أكو إثم في لعن عمر، رسول الله صلى الله عليه وآله يلعن هذا. من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. فهذا الرجل على أقل تقدير مجتهد فيما يفعل، عنده عذر بينه وبين الله تعالى، قامت البينة عنده على أن هؤلاء منافقون، قامت الحجة الشرعية على أن هؤلاء ظالمون قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا يدرأ عنه الحد، يدرأ عنه العقاب، لأنها حجة معذرة. هذه لغة الفقه. فهب أنه ليس لديه حجة، افترض أنه كان بلا حجة شرعية تبيح له ما صنع، فأقصى ما يقال أنه قد فسق بما صنع. خب فسق، شنو أقصى عقوبة مقررة عندنا في الشرع الإسلامي؟ ليس أكثر من التعزير. وفسق الآن مليانين الشوارع، مرأة اللي طالعة بالتلفزيون تلقي نشرة أخبار وهي سافرة فاسقة، وروحوا طبقوا عليها التعزير، روحوا هذه جلدوها. بس الفسق ما يصير فسق، يعني ماكو فسق ابدا الا في قضيه ابو بكر وعمر وعائشه وهذول، بس هذول اللي واحد ينتقدهم او يعرض حقيقتهم ويفضحهم صار هذا الوحيد اللي مستحق للعقاب. زين تريد تعاقبه، عاقبه شنو تعاقبه؟ جلده كم جلده وطلع، اكثر من هذا ما لك حق. بأي حق، بأي حجة استحللت دمه؟ ضربت عنقه، انزين وبعدين؟ الآن ضربت عنقه، غير تروح الدفنه؟ لا، شنو صار؟ وأحرق العامة جسده وطيف برأسه، يعني أخذوا رأسه وطافوا به، مثل ما سووا برأس الحسين عليه السلام، طافوا. تمثيل. التمثيل في الإسلام حرام أم حلال؟ حتى بالكلب العقور حرام، إياكم والمثل ولو بالكلب العقور أجلكم الله، رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا قال. ما يجوز إنسان يمثل حتى بأجساد الكفار، واحد ما يصير يمثل. هسه افترض هذا كافر فرضا، بأي حق تسمح وتبيح بالتمثيل بجثمانه؟ شوف الإرهاب. ليش؟ لأنها قضية أبي بكر وعمر. إذا الأمور، يعني شوف، مس الله ولا تمس أبو بكر وعمر عندهم حقيقة. وهذا كان محور حديثي حقيقة، الوقت أدركني، لذلك سأرجعه إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أنه سأبين لكم بالدلائل من كتبهم كيف يتعاملون مع الذي يهتك مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، ينال من رسول الله، تصدق أم لا؟ كلكم على موعد مع هذا إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وتشوفون إذا أنا طلعت كذاب أم صادق. الذي ينال من رسول الله عندهم يوثقونه ويخرجون له في الصحاح، تصدق هذا الشيء أم لا؟ والذي ينال من أبي بكر وعمر وعائشة يجرحونه ويقدحون فيه ولا يخرجون له في الصحاح، يقولون رافضي خبيث مو ثقة. ما نقبل رواية الرافضي، لماذا؟ لأنه يسب الصحابة،
يسب الخلفاء الراشدين، يسب أم المؤمنين، فإشلون أنا البخاري أخرج لهذا؟ هذا مو ثقة، هذا شلون أتلقى من ديني؟ مسلم ما يخرج له في الصحاح، في صحيحه، النسائي ما يخرج له، الترمذي ما يخرج له، أمثال هؤلاء. في حين تجد من كان يطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة، هم يعترفون، هو كان يقولون أنه هذا كان هالشكل يصنع، يطعن في رسول الله، ينال من رسول الله، مو فقط ينال من علي بن أبي طالب، تعلمون ينال من علي بن أبي طالب مشهور عندكم بعد، معروف، هم نقلت لكم أكثر من مرة في المحاضرات أنه كم واحد ناصبي خبيث أخرجوا لهم في صحاحهم، عمران بن حطان وحريز وغيره وأمثالهم أخرجوا، كانوا يعتبرون ثقات هؤلاء، يقولون نعم هؤلاء ثقات، هؤلاء من أهل الصدق، ولكن كان في قلبهم شيء على علي، فكان شنو حريص شي يسوي، يلعن عليا في الغدات 70 مرة، كان يلعن عليا، يلا غفر الله له، ولكنه ثقة. ناخذ حديثه، لا أقل أنه تحترمون نبيكم، حتى احترام للنبي ما عندهم، صدقوني احترام لرسول الله صلى الله عليه وآله ما عندهم. رجل خسيس خبيث كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر أشعار المشركين في هجاء رسول الله، يفرح بذلك ولاة بني أمية، يحضر في مجالسهم سلاطين بني أمية ويذكر لهم ما هجي به رسول الله صلى الله عليه وآله، هم يتونسون على هذا الكلام، بنو أمية عقيدتهم لعبت هاشم بالملك، فيفرح الملك الأموي طبيعته، يفرح حينما يسمع هجاء رسول الله صلى الله عليه وآله. واحد هكذا، وكان بطبيعة الحال يبغض عليا صلوات الله عليه، ومع ذلك تفاجأ أن هذا الرجل أجمعوا على وثاقته، كلهم قالوا، أكثرهم قالوا هذا ثقة مقبول الحديث، ويخرجون له في الصحاح، مسلم أخرج له في صحيحه حديثا عن عائشة، هذا في من رواة الحديث، يعني يحتج به، يقول هذا ثقة. هذا قل لي بالله عليك، أي دين هذا؟ هذا دين الإسلام؟ هذا تأخذ دينك ممن كان ينال من رسول الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا دين؟ هذا الدين يستحق الاحترام؟ هذا أصحاب هذا الدين يحق لهم أن يمشوا رافعي رؤوسهم؟ وأنت في كتبك الدينية تخرج الأحاديث التي تحتج بها بينك وبين الله، والطريق إلى تلك الأحاديث أناس كانوا ينالون من نبيك صلى الله عليه وآله، أي دين هذا؟ أعوذ بالله، ليس بدين الإسلام هذا، هذا دين حكومي جاءت به الحكومات التي انقلبت على القيادة الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حكومة أبي بكر، حكومة عمر، حكومة عثمان، ثم حكومات بني أمية، حكومات بني العباس، كل حكومة جاءت جعلت شيئا في هذا الدين، شكلت جانبا منه. عجبا لهذا الذي تكون هذه حاله، هكذا هو يعتقد، ويأتي لكي يشكل على شيعة أهل البيت عليهم السلام. هل تجد في مصادر أهل البيت عليهم السلام احتراما لمن كان ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ينال من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو ينال من الصالحين؟ نحن ما أنكروه علينا هو هذا، أننا نعادي أعداء الله
ونوالي أولياء الله. التزامنا بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الرفض، الرفض لكل ظالم، الرفض لكل منافق، الرفض لكل ملعون، لكل كذاب، لكل فاسق، هذا المبدأ العظيم الذي تميزت به مدرسة التشيع. أنكروا علينا ذلك وما زالوا ينكرونه وما زالوا يحاربوننا على هذا المبدأ، لأنه يريد أن يقحم في الدين شخصيات يجبرنا على احترامها، وهي شخصيات ليست أهلا للاحترام. شوفوا الدين الذي يريد منك أن تحترم شخصية كانت تنال من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوجب عليك أن تقبل أحاديثها باعتبارها شخصية ثقة، يجب عليك أن من البداية ترفض هذا الدين. تقول أكو خلل في هذا الدين، أكو خلل في تفكير المنظرين لهذا الدين. فهذا يفتح باب الهداية في مسألة أن هذه الطائفة من تقدس من الشخصيات. أي إنسان إذا يتجرد ويصبح منصفا ومتوازنا في تفكيره وفي عقليته يقول لا أكو خلل في اعتقادات هذه الطائفة، فأنا ما أدراني أنه تقديسهم لأبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه ليس من جنس تقديسهم أو احترامهم لهذا الرجل الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يهجوه. ما داموا يقبلون على أنفسهم أن الذي يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله محترم ويوثق وتقبل أحاديثه، فإذا لا يبعد أن هذه الطائفة كذلك تكون قد ارتكبت جريمة كبرى في إيجاب احترام الشخصيات الأولى أيضا، أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه، وهذه الشخصيات ليست جديرة بالاحترام. أكو خلل في التفكير، وبالفعل هو هذا الحق. وإلا هذه الطائفة التي تحترم شخصا جاء أمام النبي صلى الله عليه وآله وأهانه وقال له إنك لتهجر، إن الرجل ليهجر، يعني يقول هذا النبي، هذا الرجل أصلا حتى ما قال إن النبي ليهجر، يعني حتى ما أقر بنبوته، قال إن الرجل، رجل عادي من الرجال. تدقق في العبارة، ها، لأنه بعض الناس هم يخطئون، حتى خطباء على المنابر يخطئون، يقول إن النبي ليهجر، هو العبارة مو إن النبي لا يهجر، إن الرجل لا يهجر، رجل عادي. شنو معنى إن الرجل لا يهجر؟ يعني هذا مو في كامل قواه العقلية. أكو إهانة أعظم من هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ الطائفة التي تعتقد بمثل هذا الشيء لا شك طائفة في تفكيرها خلل، في اعتقاداتها خلل، لا يمكن أن يكون هذا هو الإسلام. إذا فتحنا باب أن نطعن في نبي الإسلام فلا إسلام، المسألة واضحة. فنحن حين نتوجه بمثل هذا الكلام لأبناء أهل الخلاف نريد أن نستنقذهم من هذه الضلالة، نريدهم أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله تجاه من أهانه وهتك حرمته، هذا الذي نطلب منهم. فيتنقى دينهم حين يحذفون من دينهم من قائمة الاحترام عندهم الشخصيات التي أهانت رسول الله وتجرأت عليه، الشخصيات التي تلاعبت في دينه، الشخصيات التي ظلمت وحرفت وزورت، فإن دينهم يسلم، يغدون على المحجة البيضاء، ولا يكون أحد على المحجة البيضاء إلا ذلك الذي يأتم بسيد المحجة البيضاء وهو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. جعلنا الله جميعا من هذا الحزب، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.